معنا من أربيل النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان مرزاسي. شيروان، أهلا بك إلى نشرتنا هذا المساء، شكرا لقبول الدعوة. كيف تسير الأمور في البرلمان لناحية إجراء انتخابات مبكرة، وأيضا هل انتهى البرلمان من عطلته الطويلة؟ مساء الخير، مرحبا بكم وبمشاهدينا الأكارم. حقيقة أنا من السليمانية من أربيل. أهلا بك. الموضوع الانتخابات المبكرة كما أعلن الموعد السيد دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، حقيقة هذا الموعد وهذا البيان من السيد مصطفى الكاظمي هو الجواب لمتطلبات المتظاهرين، مطالب المتظاهرين ومطالب المرجعية. وواحد من البنود البرنامج الحكومي بأنه وعد الشعب العراقي بإجراء انتخابات مبكرة قبل بعد سنة من تشكيل الحكومة. يوم 6/6/2021، مرور سنة كاملة على إنهاء أو إكمال الكابينة الوزارية للسيد مصطفى الكاظمي، ولكن تحديد الموعد ليس من صلاحية السيد مصطفى الكاظمي، ولكن من صلاحية رئيس الجمهورية. ولكن يعني يجب أن يكون حل البرلمان قبل ذلك على الأقل بشهرين. يعني بعد حل البرلمان يكون موعد الانتخابات خلال 60 يوم من قبل، ولكن حل البرلمان يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان حسب مادة، واذا كانت هنالك ماده سيدي ماده 64 معقده جدا. سؤالي واضح، اين وصلتم في البرلمان لمساله حل قانون الانتخابات؟ لم تنهوا قانون الانتخابات الى حد الان، اين وصلتم به؟ يعني هناك عوائق كثيرة أمام إجراء الانتخابات. نعم، كل الأحزاب السياسية وكل الكتل السياسية مع إجراء الانتخابات مبكرة، ولكن الانتخابات المبكرة أمامه عوائق كثيرة، مثل قانون الانتخابات، قانون المحكمة الاتحادية، الوضع الاقتصادي والسياسي والصحي، الموضوع تخصيص المبالغ أو المالي لإجراء الانتخابات في موازنة 21. سيد شيروان، هذا واضح، هذا واضح. في موضوع أنا سؤال ما يخص سؤالي عن القانون، سؤالي عن ما يخص القانون. جنابك بما نعم، القانون بقى فقط. طبعا احنا كان الكتلة الكردستانية ما صوتنا على هذا القانون، ولدينا في تلك الوقت ملاحظات كثيرة على القانون، ولكن بقى فقط الملحق اللي يتضمن توزيع الدوائر الانتخابية. والجزء الأصعب من القانون هو كيفية توزيع الدوائر الانتخابية داخل محافظة. مثلا إذا عهل كان على المستوى الأقضية أهم، أو على مستوى العدد السكاني لكل 100,000 نسمة مقعد واحد أو دائرة واحدة، أو يعني دوائر مثلا بها أكثر واضح من نائب أو أكثر واضح من واضح. هذا يبدو لحد أنه الآن ليس هناك يبدو أن هنالك عدم اتفاق بين الكتل السياسية، يبدو أن هنالك عدم اتفاق بينكم وبين أي كتلة سياسية. لكن السؤال الأبرز، ما الذي قدمتموه؟ نعم، أنتم كنواب في البرلمان منذ عام 2018، منذ انتخابات عام 2018 وحتى اليوم، كم جلسة عقدتم؟ ما الذي قدمتموه؟ ما هي القوانين التي ناقشتموها في البرلمان لصالح الشارع العراقي الذي يطالب بانتخابات مبكرة؟ يعني هنالك من يتحدث عن دعايات ترويجية يقوم بها أعضاء البرلمان والأحزاب من أجل إعادة انتخاب، إقناع الشارع لإعادة انتخابهم. طيب أنتم الآن تختلفون على قانون الانتخابات لم تنهوا، يعني هنالك اختلاف واضح، كيف ستقنعون الناخب أن يعيد انتخابكم؟ باختصار لو سمحت. يعني حقيقة موضوع، طبعا هناك جلسات مستمرة وعقد جلسات كثيرة في مجلس النواب،
إقرار قوانين كثيرة ومهمة لصالح الشعب العراقي، ولكن يعني طبعا تعرف جنابك أن الواجب مجلس النواب أو الدورة لمجلس النواب في شقين، الشق الأول تشريع القوانين والشق الثاني مراقبة أو مراقبة الحكومة. في الجزء الأول يعني مجلس النواب العراقي مجلس نشط وإقرار قوانين مهمة وقوانين ذات صلة بالمعيشة منذ 7 أشهر ولم تعقد غير 3 جلسات فقط في البرلمان. سيد شروان، المشكلة في الشق الثاني باعتقادي طبعا طبعا تعرف جنابك أن الوضع الصحي ما يسمح بهذا الموضوع، أكو إصابات بداخل مجلس النواب بين النواب وبين الموظفين، ومع أسف شديد توفى نائبا من مجلس النواب العراقي بسبب جائحة كورونا، ولكن يعني أكو اجتماع اللجان مستمرة حتى عبر الدوائر الإلكترونية يعني. شكرا، ولكن يعني وقت المقابلة أنا قلت يعني أريد أن أقول بأن في الشق الثاني الشق شكرا جزيلا من السليمانية.